معك كابتن نايف، مباراة اليوم كانت منتظرة، كان الجميع يتحدث بالأسبوع الماضي عن هذه المواجهة، هل كانت يعني على الموعد فنيا؟ كانت مثيرة داخل المستطيل الأخضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن إجمالا لو ناخذ المباراة ربما يمكن الشوط الثاني ظهر أكثر إثارة، رغم أن الشوط الأول هو اللي حفل بالأهداف. يمكن الأخطاء يمكن كانت هي عنوان الأهداف في الشوط الأول، الكرات الطويلة كانت يمكن هي الأبرز بالنسبة للفريقين، وهي يمكن اللي نتج عنها الهدفين. الضغط اللي كان عليه الفريقين في وسط الملعب ربما يمكن أعطى الحل بالنسبة للفريقين اللي هو اللجوء للكرات الطويلة. في لاعبين يمكن في هالمباراة قدموا يعني مستويات أو مستوى أداء كان يعني مدار الشوطين، مدار 90 دقيقة. المباراة يمكن فيها إثارة وفيها ندية من الفريقين كعادتها بصراحة. يمكن الهلال والنصر كان في انضباطية يعني داخل الملعب، يمكن بداية الشوط خلينا نقول للنصر كان في يعني عدم التنظيم بالنسبة للمدافعين بسبب الطريقة، يعني يمكن الثغرة اللي هي كانت لعاز لتيموسوف أو لشايع شراحيلي بالنسبة للظهير الأيسر، دخول خالد الغامدي وإعادة إيفان يعني أعطى فيه عدم تمركز جيد بالنسبة للاعبين. يمكن الكرة اللي كانت قطرية أو العكسية بالنسبة للهدف الأول خطأ حسين شيعان يمكن في التوقيت بالنسبة للكرة والوقوف. الشيء المشترك يمكن عدم التركيز في الكرات الثابتة، الهدفين هي كانت كرات ثابتة في سواء في الكرة بعد من لعبت نواف العابد وكانت خلف توماسوف، عدم التركيز بالنسبة للمدافعين أو حتى بالنسبة لحسين شيعان. الكرة نفس الشيء بالنسبة لهدف تيموسوف كرة طويلة من إيفان، كان يفترض واحد أقرب لاعب كان إدواردو كان مفروض يتأخر على الأقل يعني يترك مساحة بالنسبة للمدافعين. التنفيذ كان رائع جدا من برونو بالنسبة للكرة الطويلة، كانت ساقطة بشكل مثالي. برضو يمكن عبد الله المعيوف أنا أعطيه نسبة بالإضافة إلى خطأ البريك، لكن عبد الله المعيوف كان يفترض الإكمال يعني هو الطلوع ثم الوقوف، يعني كان مفترض تضييق الزاوية مواجهة اللاعب على الأقل ارتطام ربما يجعل تيموسوف حتى لو لعب الكرة يكون جسمه أقرب للكرة. طيب. خلق في فرص فيه يعني خصوصا في الشوط الثاني. استمتعت فنيا فيها كابتن؟ الشوط الثاني ربما يمكن أنا أشوف يمكن الشوط الثاني أفضل فنيا من الشوط الأول. طيب بسمع رأيك.